هنا في قامشلي، المدينة التي احتضنت الأرمن بعد مأساتهم التاريخية التي تفيض بذكريات الإبادة الجماعية على يد العثمانيين، اجتمع أكثر من 30 ممثلاً عن أحزاب وفعاليات شبابية خلال ندوة تحت عنوان أرتساخ نداء الحرية من وسط الدمار. المشاركون بالفعالية الشبابية عرضوا تأصيلاً تاريخياً أكدوا فيه أن أصول إقليم أرتساخ أرمنية خالصة وفقاً للآثار والنقوش القديمة، ويراد للمنطقة اليوم طمس هويتها وسلخها عن جذورها التاريخية المغلة في القدم. هو يجي كتطهير عرقي، كإبادة جماعية، كإلغاء الأرمن من الوجود، كإلغاء الدول المسيحية، الأشخاص المكون المسيحي، هنا بدهم إنه يعملوا هالشي، فبشان هيك عم يعمل هالتهجير. فيعني عم نشوف نحن إيش قد عم يصير تهجير للكبار للصغار، يعني دمروا الكنائس، ما تركوا أي شيء بأرتساخ. يعني جملة من الرسائل أراد المجتمعون إيصالها، على رأسها التحذير من خطورة عمليات التهجير التي تنفذها أذربيجان بحق سكان إقليم أرتساخ لتغيير ديموغرافيته بدعم وتخطيط مشترك مع النظام التركي، وهو أمر يرقى لدرجة التطهير العرقي. الدولة التركية الحالية بمساندتها لأذربيجان وللمرتزقة السوريين ومساندتها لبعض القوى بليبيا وبمصر ترجع إعادة لأهل أمجاد. طبعا هاي الرسالة موجهة بالبداية لكل حدا ضد فكر الحرية والديمقراطية وحقوق الشعوب بتمثيل ذاتها، أنه نحن واعيين للحروب اللي عم تمارس علينا، للإبادات اللي عم تمارس علينا، وبنفس الوقت رسالة لشعبنا بأرمينيا وبأرتساخ بالأخص أنه نحن معكم ونحن رح نوصل صوتكم للعالم. غير أن ما يحدث في إقليم أرتساخ لا يمكن فصله عن ألاعيب السياسة وكواليسها، والتي يتقن رئيس النظام التركي رجب أردوغان اللعب على خيوطها وتناقضاتها. إن الدور التركي ما بعد احتلال أرتساخ هو بناء المشروع الذي نسميه المشروع الطوراني، هذا اللي يوحد كافة الشعوب التركية التي تتحدث باللغة التركية من إيران إلى الصين. هذا المشروع طبعا لم يستمر أو لم ينجح بسبب وجود أرمينيا. اليوم بعد أرتساخ هناك خطوات كبيرة جدا يريد أردوغان أن يوصل النفط والغاز من قزوين إلى أقصى العالم، ويريد أن يأخذ جزء من أرمينيا. هذا الجزء من أرمينيا هو الذي يكون طريقا إلى نجاح المشروع الطوراني. واختتمت الفعالية بجملة مقترحات من المشاركين دعوا فيها إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق تظاهرات منددة بجرائم التهجير القسري التي وقعت بحق مواطني أرتساخ الذين تركوا وحيدين لمواجهة مصيرهم وسط صمت مطبق من المجتمع الدولي الذي أدار ظهره لمأساتهم.